إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا الله بالوصول يا زائري بقعتين أطفالهم ذبحت منها خذوا تربها كحلا إلى البصر. ولهفة لبنات الطهر حين رنيت إلى مصارع قتلاهن والحفر. رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري. فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصيح وجداه وأبتا وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. فلو تروا أم كلثوم
مناشدة والهوى وتلثم ترب الطيف كالعطر يا دافن الرأس. عندها وصايا، ما هي وصاياك يا سيدتي ومولاتي؟ يا دافن الرأس عند الجثة تحتفظه، بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفن الرأس إلا عند مرقدي، فإنه روضة الفردوس والزهري، لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشيب والكبر. بعد مولاتي لا تخرجوا أسهمين في جسمه نشبت خوفا يفور دمون يطفو على البشر، رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش، بللوا أحشاء بالقطر بهالأرض خيل الأعادي جسم خياسة. يا نزول الغاضرية خبروني بحفرته بهالأرض، عباس قطع جفوفه طاح العلم بهالأرض، شيخ العشيرة خرج وقلبه بسهم بهالأرض، هجموا علينا وشتتونا من الخيام، والولي مرمي وعينه تشوف حالة نسوته. هاي احلاح قبر حسين ليه وانذهل من هالقلوب، وصلت وخرت على قبره ومدامعها تصوب، صاحت اقعد شوف متني شحل عليه من الضروب، وانظر السجاد من بعدك ايش صارت حالته. حالنا يا حسين حالك شر على ذيك الهزيل، هاي متعوق جملها وذيك طاح لها طفيل، وذيج ساق الضعن عنها وتركض بتال الزميل، والضرب من غير فاصيل والقلوب مفتتة. أولي لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يوم ما يحصل أعدد يا كفيل ولا شهر، ذاب جسمي من السرى ونعمت عيني من السهار، هضمني ابن زياد يا ابن امي وشهرني بكوفته. خويا كم سوق دخلتها وكم مدينه وكم بلد، وجيت بيتامك على قبرك ولا لي احد، وترك تدري بركوب الجمل ينحل يا خويا للجسد. ها وين ابو فاضل كفيلي وصلوني الحفرة، لكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي ذكرى الأربعين،
ذكرى مجيء قافلة السبايا أرض كربلاء، حيث التقينا النسوة كما يروي الرواة بجابر بن عبد الله الأنصاري بالصحابي الجليل، أول من تشرف بزيارة قبر أبي عبد الله الحسين بعد دفنه، إلا أنهم جاءوا بعد سفر طويل، بعد عناء ومشقة، من اليوم 11 من المحرم حين أخذن بنات الطهر على جمال عجاف بلا غطاء ولا وطاء، أخذنا إلى أرض الكوفة وقدمنا بين يدي عبيد الله بن زياد، فاحتجزهم عنده حتى يأتيه البريد من يزيد، وحين جاءه البريد من يزيد أمره أن يشخص بهم إلى الشام كي تقر عينه ويشمت بذراري أو بذرية رسول الله وهو يرى بناته مسبيات. شهروهن في الأمصار من بلدة إلى بلدة، عناء مشقة، هتكت ستورهن، يتصفح الناس وجوههن، حتى جيء بهن أرض الشام، وإن أعظم شماتة لاقينها بنات رسول الله في بلاد الشام. إلا لما عندي مجلس خل أسرد إليك بعض المصائب التي تعرضت لها زينب وبنات رسول الله، بنات أمير المؤمنين، حين أدخلنا الشام وأدخلنا بين يدي يزيد. قالوا في الخبر حين وصلت قافلة السبايا عند سور الشام، أوقفت القافلة حتى يتسنى لأهل الشام أن يتجهزوا، أن يتزينوا، أن يخرجوا بالدفوف والطبول. وقبل أن تدخل القافلة أرسلت الحوراء زينب إلى شمر بن ذي الجوشن، فجاءها شمر، قالت يا شمر إن لي عندك حاجة. قال ما حاجتك يا بنت علي؟ عزيز على قلبك شيعي موالي أن تكون حاجة زينب عند قاتل أخيها. قالت له مر حامل الرؤوس أن يخرجوا بها من وسط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر. قالوا فأمر بخلاف ما طلبت، جعل الرؤوس وسط المحامل وسلك بهم على طريقة أو بطريقة تقشعر لها الأبدان. دخلوا بهم أرض الشام وإذا بالناس يستقبلونهم بالدفوف والطبول، ارتدوا الزينة، هذا يقول يومك عليك مبارك، وذاك يبارك للأمير نصره على الخوارج. فأقبل أحدهم نحو مولاتنا سكينة بنت الحسين وهو يقول من أي السبايا أنتم؟ قالت نحن سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله. قدم شيخ كبير قد ضل له إعلام بني أمية، التفت إلى الإمام زين العابدين قائلا الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم. وإذا بالإمام يفيض عليه بهديه، يا شيخ أقرأت كتاب الله؟ قال بلى. أقرأت قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال أقرأت وآتي ذا القربى حقه؟ قال بلى. أقرأت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال نعم. قال نحن ذو القربى المعنيون في هذه الآيات. أقرأت قوله إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: نحن أهل البيت. قال: بالله عليك أأنتم؟ قال: وحق جدنا رسول الله. فانكب الرجل على رجلي زين العابدين يقبلهما وهو يبرأ من قاتلهم وظالمهم عليهم السلام. يروي لنا سهل بن سعد الساعدي يقول: قصدت بيت المقدس فتوسطت بلاد الشام، وإذا بي في بلدة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار، علق على أشجارها الديباج والستور، ارتدت نساؤها الزينة، يتلاعب أطفالها ونساؤها بالطبول والدفوف. قلت: وعجبا، لأهل الشام عيد لا نعرفه نحن المسلمون؟ دنوت من جماعة كانت واقفة تنظر وتتفرج، سلمت عليهم، قلت لهم: ما الأمر؟ قالوا: يا رجل، يا شيخ، نراك غريبا. قال: أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. قالوا: وعجبا يا سهل، السماء لا تمطر دما والأرض لا تخسف بأهلها، هذا الحسين عترة رسول الله، رأسه يهدى للأمير من أرض الكوفة. قلت: وعجبا، رأس الحسين يهدى والناس في فرح وسرور، من أي باب يدخلون؟ فأشاروا إلى باب يقال له باب الساعات. يروي لنا يصف يقول: جئت وإذا بالرؤوس تترى، يتقدمها رأس أبي الفضل العباس كأنه يضحك، وكان آخر الرؤوس رأس مولانا الحسين. يقول: وللرأس مهابه تشع منه الأنوار بلحية مدورة خالطها الشيب، تلعب بها الريح يمينا وشمالا كأنه وجه أمير المؤمنين. يقول: وأعظم من ذلك، بينما أنا أنظر وإذا بامرأة عجوز تناولت حجرا وضربت به رأس الحسين. ألا من مناد وحسينا؟ وإذا بالحوراء زينب لم تتمالك نفسها، صاحت: ومحمدا وعليا وحسنا وحسينا. لكأني بالرأس يخاطب زينب، شو يقول لها؟ يا اختي لو شفت الحجار صكني يد صبري، ولو شفتي عصي زيد تلعب فوق ثغري. إش جاوبت؟ خويا مقدار بعد على ضم مقدار، لو ان كان قلبي صخر مرمر جذاب من همي وتفطر، جذاب من همي. يقول: دنوت من أولاهون، سلمت عليها، عرفتها بنفسي: أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها: ألك حاجة أقضيها؟ أشارت نهاية القافلة، قالت: هناك زين العابدين، اذهب وسله عن الأمر. يقول: وقفت أنتظر آخر القافلة، وإذا بي أنظر إلى علي بن الحسين بلا عمامة يرتدي ثوبا أحمر. قلت: وعجبا، أو في مثل هذا اليوم؟
يرتدي علي بن الحسين ثوبا أحمرا حتى قرب زين العابدين، وإذا بثوبه قد امتلأ دما، إذ إن الدماء تشخب من صدره وعنقه أثر تلك الجامعة التي جعلت على جسده الطاهر. سلمت على علي بن الحسين، قلت له: سيدي لك حاجة؟ قال: إن كان عندك دراهم ادفعها لحامل الرأس علّه يخرج من وسط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلى عماتي وأخواتي. يقول: صنعت ما أمر به، ثم جئته ثانية: سيدي ألك حاجة أخرى؟ قال: يا سهل، أعندك ثوب قديم؟ لكأني بلسان حاله بينه وبين نفسه شي يقول، يقول: سيدي أنتون تعطون الناس الثياب الفاخرة، واليوم تطلب ثوب قديم. قال: سيدي، وما الذي تريده به؟ قال: أريد أن أضعه تحت الجامعة، فلقد أكلت في عنقي وصدري. رواية تقول قدم له ثوب، رواية تقول أعطاه عمامته، أعانه على رفع الجامعة لكي يضع تلك الخرقة تحتها. يقول: وإذا بالدماء تشخب من صدر إمامنا زين العابدين، أقعد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره. جيء بقنفلة السبايا عند قصر يزيد، أمهلوهم 3 ساعات حتى يستعد الخليفة لاستقبالهم، أراد إذلالهم، أراد امتهان كرامتهم. بعد 3 ساعات وحين أراد استقبالهم، يصف لنا الإمام الباقر الحالة التي دخلوا عليها مجلس يزيد. يقول: جيء بحبال ربط بعنق والدي زين العابدين، ثم عنق مولاتنا زينب، ثم عماتي وأخواتي، وهكذا سائر النساء والأطفال. يقول: كلما قصر أحدنا عن المشي تلوت السياط على متنه، وكلما سقط أحدنا سقط الآخرون، تلاعبت السياط على متوننا حتى مثلنا بين يدي يزيد. فالتفت الإمام زين العابدين إلى يزيد قائلاً: ما ظنك لو يرانا جدي على هذه الحالة؟ فأمر بالحبال قطعت. بعد ذلك التفت يزيد إلى زين العابدين قائلاً: يا علي، كيف رأيت صنع الله بأبيك الحسين؟ قال: رأيت ما قضاه الله عز وجل من قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم التفت إلى جلسائه يستشيرهم في أمر زين العابدين، فأشاروا عليه بقتله. قال له الإمام علي بن الحسين: إن هؤلاء أشاروا عليك بخلاف ما أشار عليه قوم فرعون حين استشارهم في موسى وأخيه هارون، فقالوا: أرجح وأخاه، وإن أولاد الأدعياء لا يقتلون أولاد الأنبياء. قالوا، ثم التفت عليه لعائن الله
إلى الإمام زين العابدين وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال له علي بن الحسين: ما هذه نزلت فينا؟ وإنما نزل فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وإنا والله لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا. ثم إنه طلب منه أن يصعد المنبر ليقول للناس كلمات فيها منفعة، إلا أن يزيد أصر على المنع، وقبل أن يأذن له أمر خطيبه أن يصعد على المنبر وأن يذكر معاوية بخير وأن يشتم أمير المؤمنين والحسين، فصعد المنبر وأكثر من مدحه في يزيد ومعاوية وأكثر من وقيعته في الحسين وأمير المؤمنين. فالتفت له زين العابدين قائلا: يا هذا اشتريت سخط الخالق برضا المخلوق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم أنه استأذنه ثانية أن يصعد تلك الأعواد ليقول كلمات فيها لله رضا وللناس أجر وثواب، إلا أن يزيد امتنع حتى ألح عليه من كان حاضرا، ومن جملة من كان متواجدا كان ابنه معاوية، ما قدر أن يأتي به. قال: إنه من أهل بيت ورث العلم والفصاحة وزق العلم زقا. ولم يزل الحاضرون يلحون على يزيد حتى أذن له، إلا أنه اشترط على الإمام ألا يقول هجرا. فقال الإمام: إني وقفت موقفا لا ينبغي لمثلي أن يقول هجرا. وكانت الأغلال في عنق زين العابدين، فقال الإمام: ما ظنك لو يراني جدي على هذه الحالة؟ فأمر بالأغلال ففكت عن عنق زين العابدين. ثم إنه صعد على المنبر، حمد الله وأثنى عليه، وكان في جملة ما قال: الحمد لله الذي لا أول له والآخر الذي لا آخر لا آخرية له والباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. إلى أن قال: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي والصديق والطيار وأسد الله وأسد رسوله وصبط هذه الأمة. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، وخير من طاف وسعى وحج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق فبلغ به جبرائيل سدرة المنتهى،
فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى. أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، أربطهم جأشا وأمضاهم عزيمة، ذاك أبو الصبطين الحسن والحسين علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الظلماء وبكت الطير في الهوى. حين بلغ هذا الموضع بكى من كان حاضرا في المجلس خشي يزيد من وقوع الفتنة. أمر المؤذن أن يؤذن للصلاة، أخذ المؤذن يؤذن حتى بلغ أشهد أن محمدا رسول الله. التفت الإمام إلى المؤذن فأقسم عليه بحق رسول الله أن يسكت ليكلم يزيد. فالتفت الإمام إلى يزيد: يا يزيد، هذا الرسول العزيز جدي أم جدك؟ إن قلت إنه جدك كذبت وعلم الناس أنك كاذب، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت أولاده وذبحت أبناءه وانتهبت ثقله وسبيت نساءه؟ حينها أمر المؤذن أن يقيم للصلاة، صلى أناس وتفرق آخرون، ثم إنه دعا بالرأس الشريف: عزيز على قلبك يا مؤمن، من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس صبط رسول الله إلى بغي من بغايا بني أمية، كما أهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. جيء له بالرأس وقد وضع في طشت من ذهب، قدم بين يديه، لم يتمالك نفسه من إظهار الفرح والسرور، تناول مخصرته، أخذ ينكت في ثنايا أبي عبد الله الحسين وهو يقول: يوم بيوم بدر. ثم راح ينشد: ليت أشياخي ببدر حضروا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم فعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ما حال بنات الرسالة؟ عظيم على قلب زينب، قالوا: سكينة وفاطمة كنا ينظرن إلى رأس أبيهما، كانتا تنظران إلى رأس أبيهما من خلف يزيد. ما أن صنع يزيد ذلك برأس الحسين حتى صاحتا وأبتا: وحسينا، أما مولاتنا زينب لك أني بها لطمت على رأسها منادية: ليت الموت أعدمني الحياة، أيصنع برأسك هكذا بعد قتلك يا ابن أمه، يا ابن مكة ومنى، يا ابن زمزم والصفا؟
يا حسين راسك حين شفته تلعب عصي زيد على شفته بذاك الوقت وجهي لطمته وصديت لبحرقه وندحته شلت يمينك يا لضربته يا سلوة الهاد ومهجته يا أخو مثلك ضيع عقبته لكن معذور يا الحزة ورقبته معذور يا الحزة يا رقبته لم يتمالك أبو برزة الأسلمي نفسه وإذا به يخطب يخاطب يزيد قائلا والله شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسين وهو يقول ويل لمن قتلكما لعنه الله وأعد له جهنم وساءت مصيرا قالوا أمر يزيد بالرجل فأخرج من المجلس سحبا أو هل اكتفى يزيد بما صنعه بالرأس قالوا وإذا به يحمل الرأس الشريف بين يديه وأخذ يتفقد النسوة واحدة واحدة معه زجر بن قيس يعرفه بالنساء هذه زينب تلك الرباب هذه رقية تلك أم كلثوم حتى جاء عند واحدة كانت تستر وجهها بيديها قال من هذه قيل له هذه سكينة قال ما بالك تسترين وجهك بيدك قالت وما الذي تصنعه من لا تجد شيئا تستر به وجهها عنك وعن جلسائك هذه مخدرت عباس وحسين وخيال هل ما شافت العين يا وصف حسرة الطب الدياوين أما مولاتنا زينب لم تتمالك نفسها بعد ذلك وإذا بها تقف دون اكتراث بيزيد دون اكتراث بأبهة الملك بجلاوزة الدولة بحشده وجموعه روح أبيها بين جنبيها وإذا بلبؤة أمير المؤمنين تخطب في ذلك المجلس بكلمات حكت عظيم علومها وعظيم منطقها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وأهل بيته أجمعين صدق الله تعالى حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وإن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى ولو
إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله سبايا تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي وكيف يرتجى مراقبة من لفظ أفوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء ونظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظيم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول كذلك وقد نكت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تقل ما قلت وفعلت ما فعلت إلى آخر خطبتها الشريفة قالوا هناك رجل من أهل الشام التفت إلى فاطمة بنت الحسين وقيل بنت أمير المؤمنين قال ليزيد هب لي هذه الجارية لتخدمني فألقت بنفسها على الحوراء زينب أيكون ذلك؟ أخدم وأنا من عترة رسول الله قالت الحوراء زينب ليس ذلك له ولا لأميره وإذا بيزيد قال لو شئت أن أفعل لفعلت قالت له الحوراء إلا أن تكون على غير ديننا إن كانت ملتك الإسلام لا يجوز للمسلم أن يتملك مسلم حتى وإن كان وإن كنا مسبيات من الحرب وإذا بيزيد أراد أن يثأر لنفسه راح يقول لزينب إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك قالت له بدين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما وإذا به يلتفت إلى زينب صارخة كذبتي يا عدوة الله الله أكبر يا يزيد زينب عدوة الله قالوا فرق قلبها وإذا بها تقول أنت أمير مسلط تشتم ظالما وتقهر بسلطانك لكأني بها تلتفت يمينا شمالا فلم تجد من يصد عنها لم تجد الكافل وينك يا أبو فاضل عن زينب أنا منين أبو فاضل أجيب أريد الونها تستاهل زينب أنا منين أبو فاضل أجيب ويشوف حال اخت الغريبة المامين مصيبتها مصيبة مجلس يزيد مخدرت حيدر الكرار من غير والي وتصفقيل يا ابني
إبليس سجادهم واقف ودمع فوق الخدود مريض جسمه من تحيل من ثقل القيود وزينب تنادي ريت دهري بالوليع وتعود دولتنا وترجع ذيك الاوطان انا الذي ما سمعت الاجناب لي صوت وبيت النبوه ما جرى مثل بالبيوت عندي رجال ما ترهب من الموت من حول خدر رجال ما ترهب من الموت عندي رجال ترهب العسكر الجرة لو ردت ازور المصطفى وياي حيدر مأجور سيدي امير المؤمنين لو ردت ازور المصطفى وياي حيدر كل اخوتي حالي يعين دي سيوف تشهى لا واحد الشخصي مني الاجناب ينظر بهالحال من داري الى مسجد المختار واذا بيزيد في نهايه المطاف سود الله وجهه يجعلهم في تلك الخربه التي لا تدفع عنهم حراره الشمس ولا تمنع عنهم بروده الليل كان مطلبهم بابي وامي ان يبكوا على الحسين لانهم طوال تلك الرحله ومن بعد مقتل الحسين كلما ارادت النسوه البكاء على الحسين طلع بيت الصياط على متونهن فبقينا بابي وامي في تلك الخربه يبكين على الحسين فلم يرين إلا الشماتة وإذا بامرأة كئيبة تتخطى النساء على خلاف نساء الشام دخلت تلك الخريبة وكأنها تبحث عن امرأة بادي عليها الحزن يبدو عليها الكآبة التفتت إليها الحوراء زينب قالوا هي امرأة هاشمية تزوجت وعاشت في بلاد الشام سمعت بمقتل الحسين وسبي زينب أرادت أن تعزي زينب وتسلي خاطرها التفتت إليها الحوراء زينب من أنت شمالك يا بنتي زايد عليك المصيبة ومن دون أهل هالبنت من حول وكئي أوليك ما نحبتي زادت أحزاني علي تعرفين هم جنيك ضحايا الغادرية سمعتي من الوادم لو انتي هاشمية بالله دردي لا تخليني كئيب آه قالت أنا من طبضة عنكم لازم النوح ليلي ونهاري من سمعت حسين مذبوح أهلي بني هاشم وأنا منكم غريب قالت شعبتيني وتركت القلب مفطور حين قالت لها زينب أن الحسين قتل العباس قتل وإن سألت عن زينب فها أنا ذا زينب قالت شعبتيني وتركت القلب مفطور الله أكبر هالكثر عند الدهر جور انت العقيلة الما مثل خدريج
بالخدور عنك يا زينب وين هاليوث الحريب عنك مضى ويا مخدر اليوث الحرب وين منه يظل الشمس ورة طبين قالت فجعني دهري بعباس وحسين وتيسرت والدهار دورات عجي بعد هذه المصيبة المقرحة للفؤاد وأسألك الدعاء وفي تلك الخريبة في ليلة من الليالي وإذا بيتيمة الحسين مولاتنا رقية عمرها لم يتجاوز الأربع سنوات كانت شديدة العلقة بأبيها الحسين نامت فرأت أباها في الرؤيا كأنه أجلسها في حجره يمسح على رأسها يلاعبها يحدثها أفاقت من نومها وهي تصيح أريد رؤية والدي الحسين أخذت زينب تسكتها تسليها تأخذ بخاطرها إلا أنها تصر على رؤية الحسين وإذا بالنسوة صحن معها الحوراء صاحت معها جددنا المأتم على الحسين ارتفع البكاء ارتفع صوتهن حتى وصل إلى قصر يزيد وإذا بيزيد يسأل الحاجب ما بال نسوة الحسين يبكين في هذه الليلة أو في هذا الوقت وإذا بي أحد جنده يعلمه بالأمر قال احملوا الرأس لليتيمة احملوا الرأس للبنية لتنظر إلى رأس أبيها وتتسلى به قبحك الله يا يزيد قالوا بينما الطفلة جالسة جيء لها برأس الحسين وقد وضع في طشت وغطي بالمنديل وإذا بها تقول ما هذا ما طلبت طعاما وإنما أردت رؤية والدي الحسين قالوا لها ارفع المنديل تجدين طلبك حين رفعت المنديل وإذا بها تنظر إلى رأس أبيها الحسين ألقت بنفسها عليه وهي تصيح أبا يا حسين من الذي قطع رأسك أبا يا حسين من الذي قطع وريدك أبا يا حسين من الذي أيتمني على صغر سني يا ناس والله عظيمة أصير من صغر يتيمة أثار الأبو يا ناس خيمة فيي على بناته وحريمة فيي على بناته حريمي أبا يا حسين من للصغير حتى يكبر أبا يا حسين من للكبير بين الملا أبا يا حسين حرقوا خيامنا أبا يا حسين سلبوا نساءنا فانقطع صوتها وإذا بعلي بن الحسين يلتفت إلى عمته زينب عم يا زينب قومي وجددي المأتم قالت في من يا ابن أخي قال في هذه اليتيمة حركتها وإذا بها ميتة رحم الله من نادى وسيدته ومصيبته طفلتي المظلوم خرت فوق راسه تقبله تصيح بويا ضيعتني وقال
قبل كنتي مدلل. الطم وياي حبيبي طفلتي المظلوم خرد فوق راسه تقبله تصيح بويا ضيعتني وقبل كنتي مدلل. قرح جفاني يا بويا وذوبي حشايل يتيم منتهي الدمع عيني يضربوني وانشتي. جيت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضم. جيت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضم واصبحت بعدك يتيمة فوق ناقة مهزلة. لو جرى دمعي بخدي من ينشف دمعتي مروعة ما اشوف لي والي يسكن روعتي. لا بقى العباس لي ولا شباب من اخوتي رؤوسهم فوق الأسنة والأجساد بكربلة وانحنت فوق تشيمة ودمعها بخدها سفوح تمسح الدم عن جبينه شهقت وغابت الروح. ماتت وراسه بحجيرها والحرم ضجت بنوح وكعبة الأحزان قامت والمدامي عسايلة. مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين وعن حجيرها راس أبوها شالت بلوعة وحنين. ودارت عليها النسوة وجددا ما أنت محسين وهو تسكن على جنازة خيتها معولة وهو تسكن على جنازة خيتها معولة. صيح ماتك نحل عظامي وفتت للقلوب مددي والناس تتفرج علينا بالدروب. لشق جيبي عليك لكن ما بقت لنا جيوب والجفن قرح ولا ظل دمع لجليك نهمله. بيت الدعاء صرخت ونادت يا عمه بالعجل ودوا خبر كربله حتى يجينا بالفضيل يحفر قبر. والشهيد حسين خلي جيب كافور وسدور والولد الاكبر يشوف اخته ونعشها يحمله. هذي ودائعك التي أودعتها أرجعتها لك يا أخي بتمامي إلا رقية لا تسل عن حالها ماتت وقد دفنت بأرض الشام. يا الله نقسم عليك وندعوك بأحب الخلق لديك. إخواني هناك جمع إلى الأعمال الخيرية يقومون بعض الأخوة ما دمنا في أجواء الدعاء وهذه ليلة من ليالي الدعاء بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. اللهم فرج عن المكروبين. اللهم شافي كل مريض. اللهم فك كل أسير.
سيما إخواننا المنظورين، فرج اللهم عنهم فرجا عاجلا قريبا، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، وهما إلا فرجته، ودينا إلا قضيته. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، سيما موتى الجالسين والمؤسسين، وبالخصوص إلى أرواح شهدائنا الأبرار، وكذلك إلى روح الحاج علي عبد الشهيد وابنته، نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.